اللي ساكنين هنا كاينين تقريبا شي 40 بسبب صانع محتوى يوتيوب هدموا ساكنة الضريح سيدي عبد الرحمن. واش بالنسنس واش بالنسنسو كاينين هنا كاينين تقريبا شي 40 عائلة ساكنة هنا وكاينين ثلاثة سوافات رفض ديارهم وطلعوا ليهم وهاد الناس اللي بقاو ساكن هنايا ما عندهمش فين يمشيو. جا واحد السيد عنده قناة في يوتيوب سميتها جا شد فروج عمره بالقفولة قال لك حق راه كاينين هنايا كيديروا القفولة وكيعمروهم وكيديروا لهم هو اللي دار الدجاج فيه القفولة وشفناه بعينينا وشد الفكرون وهو اللي عمرو داك الشيء ولا حتى ماك باش يطلع لاشين ديالو وحنا ما كنديروش هذاك الشيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم باش أننا نسحروا ونديروا نفرقوا بين الناس. كيجيو ناس من بعاد كيجيو ناس من بعيد كيلوحوا داك الشيء هنايا كيقول لك هنا كاين كتجي وحدة من بعيد كتشد دجاجة كتلوحها في البحر. حنا شوف هذوك اللي كانوا واقفين في القنط راه كيشدوا الدجاج ما شدوش الدجاج خارج من هنا شدوا الدجاج جاي هنايا ياك شدوا الدجاج جاي هنايا وسرسوا لهم جاي الدجاج جاي من بلاصه اخرى جاي وكيتلاح هنايا وحنا ما عندنا حتى شي علاقه. غير ما يمكنش الصاد غير في دير قالت انه شد فروج وكذا وهذه يعني كنظن انه هو فهمتي كنظن انه هو راه حيت فودكا كان كيتفرج فيه وتفرجت انا في اللايف ولكن ما كنظنش انه عنده ديك علاقه كبيره عنده علاقة كبيرة بموضوع كنظن ربما الوالي الجديد هو اللي أمر بالهدم فهمتي وجا تثبتوا عليكم يعني هو ما عنده حتى شي علاقة تيصور محتوى ولا كانوا فعلا تما كاين الشوافات والشوافات كيشوفوا الناس المستقبل ديالهم علاش ما شافوش تراكسات جايين يريبوا ليهم مجامر علاش ما شافوهاش والعلم لله حنا ما عارفينش القصة الإخوان الناس ديال ديك المنطقة كتبوا لنا في التعليق الله يرحم الوالدين بغينا نعرفوا الموضوع كامل الله يرحم الوالدين الإخوان بلا ما تطيحوا الباطل على داك السيد بلا ما تطيحوا عليه الباطل ما عنده حتى شي علاقه راه عادي جدا ولا كان تني حتى شي سحور في ديك المنطقه راه فوسخو المنتخب المغربي لانه اللي يا ربي السلامه يا ربي السلامه مش حتى كاس العالم فقط وحتى اللاعبين اليوم اللي كونوا المنتخب المغربي وفي المستوى اللي يلعبوا فيه تعتبر وين المنتخب المغربي هو المرشح رقم واحد. اسيدي احنا ما مرشحينش مرشحه تونس مرشحه مصر مصر دابا راه تيهاجمونا على ود وناحي اشبعوا فينا سبان قالك حنا اللي فينا داك اللعب المرض كنضيعوا الوقت كنبكيو نساو الماتش ديال الاهلي والوداد وسار الماتش وما تينبحوا يبكيو وما بغاوش يسلموا على القجع واحد كان طلع قدام كاميرا عاوتاني وتيدير ها واحد قال لك ها والمنتخب ديالهم الصغار باش لعبوا معنا الفينال شي تيطيح شي تيهرس فهمتيني تيقول كلاهم ما كيلعبوا كره نظيفه حنا اللي موسخين كره احنا يلاه بدينا اليوم الافتتاح هاي شبكت يلا بدينا هاي شبكت ديما مغرب من الاخر هذا الله برافو الله يلا برافو غتصفق في الاول فيديو على اساس انت غتصفق في الاخر ديالو بعد ما تسمع الكلام اللي غادي نقول لك فيديو استثنائي والكلام اللي غيتقال فيه استثنائي اكثر من القياس يقدر تكون المده ديالو 3 ديال الدقائق ولكن المعنى ديالو 30 عام الا فهمتي الاول مره انا وانتم اللي كتفرجوا في هذا الفيديو نبغي نشكروا هذا السيد هذا عبد اللطيف وهبي غير هنينا من اكثر برلماني مسبب لنا المشاكل في المغرب موقف العجله الاقتصاديه ومسبب لجميع الكوارث حتى المغربي ما كيحملوا ودائما دائما كينشر الجهل وقله الوعي غادي كتنتشر معاه. شكرا سي عبد اللطيف وهبي وزير العلاقات الرضا وزير العدل والامين العام لحزب الاستقلال كتخيني غلطت ياك بهدوء بهدوء الامين العام الاصاله والمعاصره عجباتك هذه غتقول لي اه بصح وامين العام لحزب الاستقلال ما عجباتكش ولكن من غنصرح لك غتقول ويلي اخي اصراف السيد ولا كيتخيل نفسه انه رئيس ديال جوج ديال الانديه في البطوله الوطنيه يدخل اللاعب اللي بغى يخرج اللاعب اللي بغى يجيب اللاعب اللي بغى ويطرد اللاعب اللي بغى ولكن هيهات ثم هيهات ثم هيهات السي عبد اللطيف السي عبد اللطيف وهبي والاخبار اللي كتخرج من داخل حزب الاستقلال انه تواصل مع نزار البركه من اجل طرد البرلماني والاستاذ الجامعي عبد الرحيم بوحيده نو 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 انا ضد الفكره انسان محترم وكيحب بلاده سيد عبد الرحيم بوعيده انسان محترم غريب في الامر ان ماشي الامين العام اللي غيطردوا من حزب الاستقلال حيت امين العام حزب الاستقلال ما كاينش قانونيا ما عندهمش دابا امين عام وماشي من القياديين جاتهم الغيره على الحزب واش السيد هذا كيسيء للحزب لا هاد السيد غادي يتطرد باوامر من عبد اللطيف وهبي الامين العام الاصاله والمعاصره اللي غادي يستغل الظرفيه ديال داك التشكيل. خويا اشرف انت اخويا والله لا تبارك الله عليك تبارك الله عليك عا شي 100 صحفي بحال السيد هذا غادي نزيدوا البلاد القدام والله ولكن ولا الوهبي تا هو يدخل ما
برلمانيين وترد اللي بغا السي الوهبي مالك يا هادي مالك صباح الخير على اخوات جوزي اللي مات صباح الزفت على دماغي صباحنا وصباح الملك لله عايزه ايه انا جاي اتكلم بكل ادب واحترام خدتوا مني شقتي وبنتي بعد ما اخوكم مات وانا ما اتجوزتش انا مش عايزه حاجه الا بنتي انت داخله وفرحانه بصوتك يا حلوه جوزك اللي انت بتتكلمي عليه دوت اخونا فاحنا اولى بماله وبنته واش داير دباج ديال تابو ويلي 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 والشينويه ديال مصر مصيبه دو افلام قصيره ديال مصر ما تمشي من هنا حلوه عشان ما تتهنيش امشي تكل على الله يا ست غريف ده يلا ولا وراك حد هاتي يلا يا ست امشي اتفضلي انتوا عارفين اللي انا ابويا واخويا بجيئه وماليش حد غير ربنا بس انا اعرفكوا هاخد حقي ازاي نورت ولا هتعرف تعمل حاجه يلا يا عم اه انا بنقول ايه بقى انا مالي سهيت والنبي يا اخويا ما تودينيش لمكان لوشا انا عارفه اللي دي منطقته انا بلديته مش سيده بس عايزاه في حاجه ضروري طب انت عايزاه في ايه بالله عليك يا رب يخليك عايزاه في حاجه ضروري انا زي اختك يا اخويا معلش طب تعالى اوديك ليه كويس شنو دي شنو لابس هذا شنو لابس شنو هادشي شنو هادي دربالة وشنو هادشي اللي يديرو هنا الوسط شكون خيط لك هاد شكون خيط لك هاد كابيتشو شكون ونضادر مع القليل ناري علامة الصار واحد عزف حاجة ضروري صباح الفل يا اخويا يا نوشة صباح الفل يا اختي ما يأمرش عليك ظالم يا اخويا بص يا اخويا انا جوزي مات وماليش حد واخوات جوزي مفتريين خدوا مني شقتي وبنتي فانا عايزك تقف معايا انا بنت بلدك من السيدة زينب طب واهلك فين وقرايبك فين محدش يشوف لهم ليه انا ابويا واخويا محبوسين وماليش حد بعد ربنا الا راجل جدع يقف معايا انا ليش متبع هادشي بص يا اختي انت فوق راسي بس انا مش هقدر اساعدك انا ممكن ابعتك لاخواتي يقفوا معاكي برجوله وجدع وانا اعرفك مش هقدر اساعدك ليه انا بحسس في المواضيع اللي زي دي انا لو رحت معاكي هيقولوا في بيني وبينها حاجه وانا يعني مش عارف اقول لك حقك علم بس انا هوديك عند رجاله جدع تجيب لك حقك بزياده انا متاسف ده انا بنت بلدك السيده زينب وبستنجد بيه عشان خاطر ما تضغطيش عليا انا هوديك عند رجاله جدع هتقف معاكي برجوله وجدع لا يابا شكرا انا معايا ربنا شكون هادي اللي جبتي معاك انا هاتي عليك النهارده هاخد بنتي وشقتي انا هاخد بنتي وشقتي وانا اخد البيت يا نقطع نفسنا عليك تشكون ها تشكون بقول لك يا ست انت على الصبح تكلى على الله عشان ما اديكيش باوسخ شبش بقى عندي ها ايه ده مين دول معرفش يا ابني الطبنجات دي ايه هتعرف دلوقتي ايه ده يا ابني اسمع لا بلاتي واش انا مبقيتش كنشوف مزيان ولا شنو واش هازين شي فراده ولا ما هازين تا وجزا تقطعك بالله انت شنو لابس اسمع يا اسطى انت هو احنا بتوع السيده زين الست عندنا شبشبها جدع والست اللي ملهاش ظهر من اصغر عيل صغير لاكبر شنب يقف في ظهرها انا جاي احل في الحوار بتاع الست دي في حل جابني منطقتي الله اكبر عليك يا لوشه انا عرفت ليه انا ما كنتش عايز اجي معاكي حلو مش دي الهزر
كيفاش ما غلباتكمش الضحكه كيفاش؟ وانت داك الدابل اللي ضاربه في ذكرى يشري لك فيلا هذاك راه يشري لك شقه الا كان عندكم بلاكيور حتى هما في مصر. اه رجاله انتوا كده. اه طب احلى مسا عليكم. خلي بالك عشان الله رضى. خلي بالك اللي انت بتعمله ده مش هياكل معانا. يا رجاله هتحلوا ولا نولع؟ اللي يفتح بقه هو هيتفرد. ما اسمعش صوت حد فيه. ايه رايك؟ حل يا لوشا. يبقى نحل بما يرضي الله. اللي هقول عليها تمشيه. امشيه يا لوشا اللي انت تقول عليه يابا. الست دي طول ما هي مش متجوزه هيبقى معاها بنتها والشقه والعفش. اكبر عليكم. اتجوزت؟ انت ما كديرك ما كديرك علاش كملت انا هذا الفيديو علاش علاش؟ بلا الكوت ديفوار شنو غتمشي طوال؟ ناري 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 عافاك 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 يا بوس. شنو ترى؟ اش كندير انا؟ ياك نصور فيديو. اما مشاهدينا حسب ترشيحات اوبتا السنغال ثم كوت ديفوار المغرب الجزائر مصر هلا كاع مرشحين وعباد الله. الترشيحات مبنيه على ارقام واحصائيات والبعض ياخذ فيها والبعض الاخر. رايكم صابر صحيح هي معطيات انت في الاخر يا ربي يا الله يحفظ من العين وحق الله. هنايا اه دار 24 عام هنايا متزوج من 14 عام هنايا وولدت ولادي هنايا والكبيره عندي عندها 16 عام الوليد عنده 15 عام ها هوايا الا ما يبانش الدري كملي كبرنا هنايا ولكن كون كانت شي حاجه ديال التعويض حنا سيدنا كان تيرفع علينا سيدنا كان تيعرف اي حاجه علينا ما كاينش شي حاجه اللي ما تعرفش علينا سيدنا حنا هاد البلاصه هاد الحجره هادي كبرنا فيها كنا عايشين دابا وني خرجنا منها كنا عايشين مع هاد الناس هادو كنا واكلين شاربين تنضرب الميناج معاهم انا دابا ما بقاش عندي فين نضرب الميناج انا دابا مسرد انا ولادي في الزنقه فين غنعيش كيفاش هاد الميناج كدير هنا ما اه كنت نخدم مع هاد الناس هادو هنايا كلهم كنت نصب واش قاعد كنشناو هادو اه هاد الناس هادو السكان هادو ما كانش شي حاجه ديال التعويض كان هنايا كنت نخدم معاهم اللي تنصب ليها اللي تنغسل لها الماعن كانوا تيربوا لي على ولادي اي حاجه هما خدمتهم اش كيديروا هما خدمتهم تيخدموا هنايا فهمتيني ولكن حنا حنا ساكنين كل واحد عنده المهنه حنا كل واحد عنده المهنه ديالو كل واحد الله يسهل عليه ولكن حنا باش غادي يقولوا حنا تنديروا التعويض هنا شي حاجه التعويض راه ما كايناش كلمه دراتكم انكم سمعتوا ناس
يقذفوا فيكم على انكم هاد البلاصه هادي خاصه غير بالشعوذه. يعني هاد واش هاد الناس هادو هاد عندهم شي دليل علينا؟ الله يرحم الوالدين. هذا سؤال. وثاني حاجه يعني اشنو مصير ديال هاد الساكنه هادي؟ عرفتي شنو سميت التعويذ؟ راه التعويذ راه هو شي حاجه خايبه ديال السحر اللي تقدر تضر ملائكه صغيره. احنا كنديروها على القبول شي قران كدا، تنديروش تفريقه. واش فهمتيني؟ شي حاجه ديال التعويذ راه هي اللي تضر ملائكه صغار. راه عندك الام ديالك سول على شي حاجه خايبه بين الدري الصغير، الا شم شي حاجه خايبه راه تضر ما تعيش. حنا ما عندناش هادشي ديال الضرار، ما عندناش. واخا كاين هنا شي خلوه، كاين شي حاجه اللي كيديروا فيها هادشي هنايا، وضحي لينا. كاين الله سبحانه وتعالى، كاينه خلوه. كاينه. اش كيديروا فيها هادي بالضبط؟ حيت سمع لك كاين مشاطي، كاين هذا، كاين فلاسي، كاين هذا. واضحين هادك الشيء. راه الناس هادك الشيء، راه الناس بلانسي هادك الشيء، راه الناس تيجيو من عند سوافات اخرين من جويه اخرين من ديورهم عشوائيين في الزنقه، وتيجيو تيديروا تيلوحوا هذاك الشيء هنايا وتيقولوا حنا اللي درنا. حيت شحال من خطره ضربنا على قبل التليفون، هرسناه لعباد الله هنا على قبل كلمه تيلوحوا عباد الله، تيجيو تيلوحوا. حنا جينا هنا لقينا شحال من حاجه، لقينا هنايا هنا دايرين سحر لعباد الله وشديناهم ولحنا هذا الشيء كامل. لا بلاتي شديتي التليفون علاش هرستيهم؟ علاش اش كيصوروا ولا كيفاش؟ جيتو اش كيضركم؟ شنو عندكم القرار يعني شنو؟ الضرر الاولى ولا خلينا تنقول حسبي الله ونعم الوكيل على هذه الكلمه اللي قالوا عباد الله ديال احنا شعوادين، وحرموا علينا واحد البلاصه اللي حنا تنعيشوا فيها وواكلين فطره الخبز، وهذا هو المصير ديالنا. عندكم كتقولي الميناج شنو السالير ديالك؟ شحال كيعطيوك مثلا لهنايا في الخدمه ديالك؟ وهذا اللي قسم الله تناخذو. اللي قسم الله تناخذو تنقول شحال هذه؟ دابا معهم شحال هذه؟ المغرب ومصر والتصريحات المثيرة للجدل لعز الدين أناحي لما سألوه عن منتخب مصر أن هو مرشح للقب، قال لهم منتخب مصر خد 7 بطولات أمم أفريقيا لكن ما بيلعبش كرة قدم جميلة. أول ما بيجيب جول من ضربة ركنية أو ضربة ثابتة لعيب بيقع يمين ولعيب بيقع شمال. وبما أنك اتكلمت عن مصر تعال أقول لك، منتخب مصر لعب 10 نهائيات لأمم أفريقيا فاز ب7 منهم. قصاد المغرب لعب نهائيين فاز بلقب وحيد سنة 76. ولو هتتكلم على الكرة الجميلة، بطولة أمم أفريقيا 2006 و2008 و2010 كان منتخب مصر بينيم أفريقيا كلها من المغرب، وما ننساش مباراتنا قصاد البرازيل وفوزنا على إيطاليا. أما بقى اللي بيقعوا شمال ويمين ده شغل شمال أفريقيا وانتوا عارفينه، الجزائر وتونس والمغرب. ما لصقونا يا أخوي صافي، لصقونا داك المرض يا خويا، راه ما يمكنش. واه بحال اللي عندهم ذاكره ديال السمكه. واش نسيتوا الماتش ديالكم مع الجزائر؟ جدرتوا ديك الحاله صاحبي، شي شي يطيح، شي شي يغوت، شي شي ينوح، شي باغي يضرب الحكام. واش شتوا داك النار اللي بكا ديالكم؟ واش شتوا الاهلي؟ واخويا لا اله الا الله، الله يستر وصافي في هذا الكاس.